هذه الخدمة فيها في 35 عام، وكنا كنخدمون أما سيدي 3000 2400 2600 ديال البياس. دابا ولا داك الشيء قليل، واحد المناسبة قليلة. هذه الخدمة فيها غير الناس اللي عندهم العشق فيها، عنده بنته ولا ولده كيقول له نصيفط لك شي كادو، كيصيفط ليه هيدورة مصنوعة مصاوبر تيطبا زوينة، كيديها نعم سيدي كيصيفطها لبنته ولا لولده برا في الخارج، كيقولوا هذه جاتنا من المغرب. حتى هي كتسمى يعني خدمة المغرب. المهم القضية وما فيها نعم سيدي، الصنعة غسيرة كتموت. مناش كتموت؟ كتموت الناس ما بقاوش عندهم العشق فيها. دوك الناس اللي كانوا قدام مشاو عند الله، ماتوا الله يرحمهم. دابا بقاو هاد البنات الصغار والولاد الصغار ما عندهم عالية في هادشي هذا، ما عندهم غرض في هادشي هذا. هادشي يالله كيعتنيو هما بشي حاجة خفيفة ظريفة، ميكا، حصيرة تاعت الميكا، فراش تاع الميكا، زربية تاعت الميكا. الزربية القديمة ماتت، التقليدية الرباطية مشات عند الله، الصوفة مشات عند الله، الصوفة راه ما بقات دايرة والو، راه كولات عا كتلاح. كيقول لك حق الحساسية حق كذا، ما كاين لا حساسية لا والو. لا كانت الحساسية تكون في الزرع، حتى الزرع تا هو تكون فيه الحساسية يضرهم. راه الصوفة كتساوي الدواء للعظام في الفراش. وهاد الناس ما عارفين ليها قيمة، ما عاطينها حتى لا وقت لا قيمة. المهم سيدي هاد الجيل هذا ما تلا خدام لا للسير لا للرقعة. كما كيقولوا الناس القدام اللي كانوا كيعنيوا بهاد الشيء هذا مشوا عند الله. كان المرأة كانت تجيب المرأة من عند الموقف ولا من المارشي، كتخمل ليها الفراش، كتسوس دوك الحوفة، وكيجيبوا الصناع كيسوسوهم كيقطموا الصوفة كيعاودوا تصنع. الصناع كياكل هما كيتنفعوا، داك اللي كيخدم كيتنفع، والأمور كغادية بخير. ولكن الناس القدام مشاو عند الله. دابا هاد الجيل ما كيعتنيش بداك الشيء هذاك. شي كيديروه الناس ديكور، السيد كيدي من عندنا بياسة من هنايا ب 4000 وب 5000 فاش يتفرشها كيديرها ديكور كيعلقها في الحيط. شحال من واحد كيخرجها لبرا كيفتخر بها على ابن عمو ولا على اجنبي تماك اللي كيمشيو عنده. هذا هو الهدف. دابا ولات يعني الصنعه التقليديه غاديه وكتغرب، غادي تولي بحال غريبه. هذه الحرفه شكون يصاوبها؟ واش من تاريخ فين تصاوبات؟ هي راه باقي حيه، ولكن خص السيد الوزير يعتني بهذا الشيء، يحيي هاد الناس ديال الصناعه، يحيي اصحاب الفخار، يحيي اصحاب الحصيره، احنا اصحاب الهيدوره. راه هاد الشيء خصنا يعاونوا الناس. راه المسؤول على البلاد هو اللي كيخصو يفكر في البلاد اش خصها. الصنعه لا قاعده حتى ماتت ومات وموالها، شكون باقي يبغي يدير لنا صنايعي؟ يجبد لنا صنايعي يورينا الحرفه كيفاش كتمشى. حنا راه هاد الحرفه تاعت الهيدوره عندنا حنا تاعت الجلد كدوز من 17 مساله، 17 مساله منين كدوز عاد باش كتولي هيدوره. وكاين اللي كيجي يقول لك سهلة درت لي عالم الملحة، ندير لي عالم الملحة ونسوسها ونديها تا للدار ونحكها ببطاطا تاع السردين وها هي ولات هيدورة. وداوها وخدموها وعواجت وجابوها، ومن اللي جاو داوها كيضحكوا وصوروها وتصوروا معاها. هي راه 17 مسألة من كدوز، زيدها سيدي الفتيح، زيدها نعم سيدي الصابون، نمشيو نعم سيدي من الصابون نمشيو لسميتو تشوتها ملي كتبات في الإقامة، انشرها على الصوفة تكرم، عاود قلب الجلد تا هو تيسخن، عاود جمعها ملي كتجيبها كطريها بالماء باش تطلق الجلد ما يبقاش قاسح، باش ما تهرش بالصدرية تيولي الجلد فتي. وداك الشيء كيخصها المعنى، إلا ما كانت المعنى ما تخدمش. المعنى هي كيخصها المعنى، تكون المعنى في العقل ديال الانسان ويكون حريفي. راه كاين اللي كيقول لك انا كنصوبها وحريفي، هو راه ما حريفيش، كيشدها ويشرقها ولا يخسرها ولا عاد المشي الثاني كيعريها كاع من الصوفه، يهتك ليها الصوفه كامله ويقول راني مشطها. لا، كيخسر المعنى، الا ما كانت المعنى مولها ما يخدمهاش. ملحه عاديه، ايه ملحه ديال الغرب، ديال الماء، ملحه ديال الماء، كتكون في مولاي بوسلهام وكتكون في سميتو الطريق ديال وزان. طريق وزان كاين البحر تما كيطلع وملي كتولي كيديروا حواد. دوك الحواد ملي كيولي الماء للبحر كتبقى الحواد عامرين بالملحه، كيلحقوا ويجمعوا تبارك الله كيمياء تاعت الله الكون تاع مولانا الكريم ملحه. وكاين الملحه الحيه هي كتجي من ناحيه ديال الغار ديال دمنات، كتجي حجره حتى هي كتدقش تفرشخ وكتطحن في الماكن.
وكما الطحين ديال الماكينه ديال الزرع هذيك حتى هي كتسمى الملحه الحيه. هذه ديال سميتو مسربية، كيخدموا بها الجلد في فاس، كيخدموا بها الجلد هنا في دار الدباغ في القرنات اللي كاين هنايا، الجزاره اللي كيذبحوا كيمن الحجول وديولهم. الملحه كتجي من عام هنا من ديال من الغرب، والخير عطاه الله الحمد لله في بلادنا، ولكن خصنا نعترفوا به ونعرفوه، هذا هو الهدف اولاد عمي.